ضيفنا القادم من منظمة لوياك. طبعا هذه المنظمة هي منظمة غير ربحية أخذت على عاتقها مهمة توعية الشباب والفتيات من أعمار صغيرة إلى مرحلة ما بعد 30 بأهمية التطوع وغرس التعاون والعمل الدؤوب لتنفيع المجتمع والعالم. نعم عبد الله، بالإضافة أنها تسعى لتشجيع الابتكار والمشاركة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة والتوعية بدورها في الحصول على مستقبل بيئي آمن. اليوم ضيفنا الحارث محمد جاسم الكليب، رئيس برنامج البيئة المتجددة. يا هلا ومرحبا فيك، منورنا بمساء الخير يا كويت وبتلفزيون الكويت. طبعا أنت اسمك محمد بس سميت بالحارث، سميت نفسك الحارث. أكيد مسي عليك بخير. الحين ناديك الحارث ولا محمد في اللقاء؟ الحارث محمد. الحارث محمد. طيب، وهذا اللي شفناه ويمكن صار هذا التساؤل بيننا، الحارث سلاش محمد، شنو معنى الحارث؟ ليش اخترت هذا المسمى؟ اخترت المسمى هذا في نقول مشواري في الزراعة. حلو. عامة يعني أنا الحين صار لي تقريبا 15 سنة أزرع. ما شاء الله. بعض المرات لما كنت أقرأ القرآن الكريم فكانت هي آية في سورة الواقعة يقول أفرأيتم ما تحرثون أم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهذا أعطاني تساؤل، قال لحظة، أنا الحين أنا زراع ولا أنا حارث؟ فسويت نقول مثلا سيرش أكثر. حلو. وليطلع هذول مفردات كل واحدة مختلفة. جميل. فالحراثة لما أنت تشتغلين على الأرض إنزين، والزراعة هي على عاتق رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هم بصورة الأنعام يقول لك رب العالمين وفالق الحب والنوى. فالبذور نفسها مع الزراعة هي تصير، لو شنو احنا نسوي تكون بيد الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم سبحان الله. طيب الحارث محمد، وايد منا نسمع عن لوياك، يعني الكثير نسمع عن لوياك ودور لوياك وخصوصا فئة الشباب. نبيك تكلمنا عن دورهم، أهداف منظمة لوياك. مثل ما تعرفون يعني أتوقع من لوياك غني عن التعريف. نعم. لوياك بدأت ب 2002 وكان هدف لوياك من 2002 هو تمكين الشباب. نعم. في المجال التطوير الذاتي ولا نقول التطوير الشخصي من خلال ورش عمل يعلمهم يعني 7 هابتس مثلا عندنا. وعندنا التطوير المجتمعي هم من يعلمهم شلون يتكونون ويتكاتفون كمجتمع شباب. جميل. والتطوير المهني، التطوير المهني اللي هم كانوا ولي الحين ما زلنا نوديهم متدربين في عدة مجالات في الكويت وشركات. ممتاز ممتاز. طيب أنت حاليا قائد البرامج البيئية المتجددة في إدارة المساحات الخضراء. نعم. كلمنا عن هذه الإدارة. هذه الإدارة أنشأت تقريبا قبل سنتين. فهدف نقول الإدارة أن احنا نوعي الشباب، أهم شيء طبعا الجميع، في أهمية الاكتفاء الذاتي والزراعة. نعم. طيب شنو الأنشطة اللي تعملون عليها وتحرصون على إشراك الشباب فيها؟ في لوياك حاليا احنا عندنا 4 برامج. نعم. عندنا البرامج الأول اسمه التطوع الأخضر. فهو برامج كل سبت يوني شباب المزرعة ونعلمهم شلون يديرون مزارع مستدامة وبيئية. جميل. والبرامج الثاني مثل ما تشوفون هو البرامج الدرب الأخضر. فاحنا حرصنا ان مثل ما في ميداني في اعمال الشركات. نعم. يصير هم عندنا ميداني في مثلا المشاتل والمجتمعات الخضراء علشان هم نعطيهم امل ان هذا مكان يقدرون يدشونه ويكملون فيه ومو بس تتم هوايه. حلو. جميل جميل. عندنا البرامج الثالث اللي هو اسمه اكو كويست. عاده احنا نسوي مرتين بالسنه. نعم. يتشاركون فيها يمكن تقريبا 7 إلى 10 ثانويات. نعم. فمن خلال هاليوم يصير في أول شيء أحجيات عن البيئة. خليهم يدورون، كنا نسويها في حديقة الشهيد. حلو. وتصير المرحلة الثانية أن نخليهم بجروبات كل واحد يفكر شنو المشكلة البيئية اللي هم يشوفونها. نعم. ونعطيهم فرصة أن يكونون مثل بزنس موديل. جميل. من نظرتهم ويسوون لها هم من مثلا لوجو ودعاية. حلو حلو. من كلامك أنا ودي أعرف أكثر عن أهمية التوعية بالتخضير على مستوى المجتمع بشكل عام. أنا بس نسيت أقول لكم برنامج الرابع. الرابع اللي هو السفرات الخضراء.
فعامة احنا نوديهم مناطق ومشاريع خارج الكويت اوريدي متقدمين في موضوع الاكتفاء الذاتي والزراعة الذاتية، حيث ان احنا نشبك خبرتهم اللي سووها بالكويت والامل انه شنو لو يشتغلون في هالمجال وين يقدرون يوصلون. ممتاز ممتاز. طيب قول لنا عن الانشطة اللي يعني قاعد تعملون عليها وتحرصون دائما انكم تشركون الشباب فيها، يعني قاعد اشوف انا قبل شوي كلهم شباب ما شاء الله، شباب وبنات والكل مبين انه شغوف وحاب موضوع البيئه والزراعه. فمثل ما تشوفون احنا نشركهم فيه عده مجالات، فبالزراعه يعني احنا لو تخضير يعني اي يعني احنا لو ندش بالزراعه، الزراعه كانها مظله عوده، تجي لك الاكتفاء الذاتي حلو، يجي لك المحميات في مدن نقول الاربن سبيسز او الاماكن الداخليه داخلية. محميات في المزارع حلو، الانتاج الخضروات للسوق. فعلى حسب وين احنا ما نكون احنا ندربهم، فكل موسم احنا موجودين في مكان نعلمهم، والهدف من التعليم هو مو الزراعه بس، يعني احنا ترى كلنا نقدر نزرع، احنا نعلمهم هم شلون التكاتف الاجتماعي لما احنا نيجي نسوي مشروع زراعي جميل واهميته حق المستقبل. نعم نعم. طيب من خلال عملك يعني ما شاء الله نشوف الصور ونشوف الانتراكشن عندك يعني التعاون والتفاعل مع المتطوعين والمتدربين، شلون لقيت همتهم وطاقتهم وعطائهم؟ لا والله يعني تبين صراحه بيضوها، يعني شبابنا طبعا احنا في لوياك احنا يعني فاتحين باب حق الجميع سواء كانوا من الكويت او من يعني غير الكويتيين. نعم. نشركهم بالموضوع وفيهم كلهم هالصفه اللي شلون اقدر اشرحها اللي هي موحده، يحبون الشغف، يبون بس تعلمينهم شلون الخيط يمسكونه وما شاء الله يركضون. يعني من المتطوعين اللي كيوني في ناس ولا مره جاسه والارض، فتيني متطوعه لابسه جلوفز اي من اول شيء واطالعهم واقول لها اوكي انا هذا باخذ تحدي على عاتقي انه بنهايه البرنامج تشيل الجلوف وتبدي تاخذ التربه وتشمها. جميل. عرفتي شلون؟ فدائما هي مرحله هي تعليم، هو شلون نعلمهم. مثلا احنا ما ناخذهم بس زرعه ولا بس نعلمهم اهميه الزراعه، بس المهم ان ايضا الشاب او الشابه يكون عندهم حب التعلم وعندهم هالهمه صح؟ هو انا احس يعني هي نقول نظره الاكبر هي تعليم، فعلى حسب المعلم. ففي معلمي طالعينه تقولين بس خليني اخلص هذا شنو يبي خليني ازرع وامشي، بعدين تشوفين معلمين لا يعطونك القصه، يعطونك انت ليش قاعد تسوي، يحببك بالشيء فهو السر دائما في كل هالمهن التطوعيه او التعليميه هو شغف الانسان اللي قاعد يعطيه للطلبه وشلون اركز عليهم. حلو. انت قلت تو شغله لفتت انتباهي ان لما تشوف شيء غريب تقول هذا تحدي بالنسبه لي بنطر لي اخر الدوره او فهني هذه الرساله اللي دائما انت تحرص عليها محمد بانك توصلها للشباب والبنات من خلال هذا العمل، شنو هي؟ والله الرسالة احنا نوصلها من خلال البرامج الخضراء، يعني اهم شيء ان كل متطوع متطوع ومتدرب يعني يكفوا قدها ونعلمهم ان البيئة مو البيئة بس ان انا ازرع وانت تزرع، البيئة هي تكاتف طبعا. وفي عندنا احنا مثلا يقولون لك القصة الغربية ان احنا قاعد ندمر البيئة واحنا الحل الوحيد ان علشان نحمي البيئة لازم نخفف الكربون. انا اعطيهم القصة الصجية ان بالعكس احنا نحمي الكربون بس هم نهتم في الاكتفاء الذاتي. اي اي فهمتك. طيب الحارث محمد احنا نبي نتكلم عنك، شلون بدا موضوع حبك وحرصك على البيئة؟ شلون وصل الموضوع ما شاء الله يعني من حبك للبيئة إلى وظيفة ورسالة طبعا توعوية وما شاء الله الحين قاعد تقدمها معانا، وأيضا شفنا الفيديوهات وشفنا المشاهد اللي أنت قاعد تدرب فرق ما شاء الله وتعلمهم. والله يعني هذه دائما نسأل بكذا مقابلة وما أنسى هذه. أول شيء أحب أشكر مدرستي العلوم وأنا بالابتدائي كانت معطيتنا تجربة، معطيتنا فاصوليا نحطها على قطن كنا نخليها على الدريشة لازم نرد بيتنا ورد نشوفها. فهذا الشغف اللي خلاني أبدي في هالمجال إنه سبحان الله شلون بذرة حطيتها على قطنة ماي ومشيت عنها ورديت كم يوم ولا فجأة زرعة. فشوي شوي كنت يعني
أدش بهالمجال بروحي أهد نفسي، يعني أشوف أي مكان يحتاج زراعة ولا شلون الزراعة أقدر أنا أثقفها وأغيرها وياي. لما سبحان الله من قبل 3-4 سنين توجهت إلى البرتغال حق دورة على بنا سنتين شهرين يعني، وظليت والله 3 سنين أشتغل في نفس المجال اللي إحنا نروح مزارع ونعلم ولا ندرب المزارع شلون يكتفون ذاتياً. فهم يشوفونا طبعا احنا جايين من الكويت عندهم ان احنا الصحراء يعني ماكو شيء يكبر. شنو تزرعون بالكويت؟ اي بالضبط شنو تزرعون؟ ما اوريهم يعني شوفوا ترى احنا اخضر. قل انت لا تعال عين المشروع عندنا انت بتساعدنا يعني مثلا نجمع الماي. فبالعكس كنا نتبادل خبرات، وهذا انا شغفي اصلا. انا احس البني ادم هو شيء من الطبيعي يكون بالبيئه، وشيء من غير الطبيعي ان انا تكون كل اماكني اللي اروح لها ولا كل روحاتي اماكن مغلقه. يعني حتى مع الطلبه اللي تشوفونهم بالمزرعه لما يجون خلاص ياخذون بريك يقعدون داخل الشاليه، انا قاعد على كرسي برا انطر. حلو. بارك الله فيك وفي عملك وعلمك واللي قاعد توصله حق الشباب والبنات. كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا في مساء الخير. يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا على العزيمه. يا هلا ومرحبا وحياك الله، نورتنا وعساك على القوه والله يوفقك ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله اجمعين. وكل الشكر لضيفنا الكريم الحارث محمد جاسم الكليب رئيس البرنامج البيئي المتجدد. ننتقل إلى موضوع آخر عبد الله اللي هو التصوير. فن التصوير بالدرون يمنح المصورين إمكانية طبعا فريدة علشان يستكشفون مناظر طبيعية ومعالم العمران والشوارع من زوايا غير تقليدية، ويتيح هذا النوع من التصوير رؤية العالم من ارتفاعات مختلفة ويضيف طابع جديد وجمالي للمصور وأيضا للناظر للصور. أكيد مع العلم بأن هذا الفن يتطلب مهارات فنية تقنية في التحكم بالدرون واستغلاله بشكل إبداعي لتقديم لحظات فريدة وتحفيز الفضول. فقرتنا القادمة راح تكون وراح يكون بطلها هو المهندس الكويتي عبد العزيز أحمد أسد، مهندس أول إلكترونيات ومصور درون متميز.